واللي نفسي عايزاه انا مش بعمله. فحاسس اني ظالم نفسي يعني، يعني حاسس اني اناني مع نفسي سيلفش. بالظبط. اه بالظبط بالظبط. فحاسس انه يعني ممكن يعني ان انت عايز تسيبني وتبطل شغل. مش انا دي نفسي. انا عادي، انا ممكن حد السنه الجايه عادي. ايه يعني؟ حلو. طب وهي نفسك دي ما تعرفش ان انت ماضي عليها 10 كمبيالات مجموعهم 5 مليون جنيه، كل كمبياله منهم كفيله انها تحبسك 3 سنين؟ 10 في 3 بكام يا جوني؟ لا انا مش شاطر في الحساب. طب ما تسال نفسك كده. نفسي كام؟ 30 سنة؟ قالت لي 30 سنة. او ماي جاد، 30 سنة مش كتير يعني، تخرج من السجن كده حسبة 65 لسه في مقتبل العمر على خيرة الله. تحب احجز لك امتى حبيبي؟ حلو، ركز بقى معايا في اللي هقوله لك ده واحفظ التواريخ كويس عشان احنا الفترة اللي جاية دي عندنا شغل كتير قوي مدفوع منه ديبوزيت. أول حاجة هنعملها إن أنا هقفشك بعد أسبوعين في فندق سياج بتخني. أنا؟ أيوه، وهطلع لايف وأنا بقفشك من فندق سياج، وده دفع خلاص مش هينفع نرد الفلوس. بعديها بيومين ممكن أروح أركلس كده وهدي أعصابي في أوتيل ريلاكس إن اللي في المعادي. مش عارفة بقى هقعد هناك كام يوم على حسب ما الراجل يدفع، لسه بكسر معاه في الكلام. بعديها انت هتجيلي هناك تاخدني وتعمل لي عزومة أحلى حاجة في مطعم الشهبندر، بس مش هينفع نروح قبل 6/4 عشان هو الراجل بيعمل تجديدات في المحل مش هتخلص إلا يوم 5، فنقول الافتتاح يوم 6 نخلص القصة دي كلها على يوم 7. أمين؟ أمين.